وتاني يوم في الشركة قرر المدير انه يروح يشوف الشاب اللي بيتكلموا عليه ويشوف حبيبته اللي وحشته، يشوفها عاملة ايه في غيابه، يشوفها بتفكر فيه ولا خلاص نسيته. وهنا كان قاعد مع والده وكمان مع عمه اللي كلهم عارفين هو جاي ليه وبيضحكوا في سرهم. وهنا اتكلم ابوه وقال: انا مش عارف يا زي ايه اصرارك انك تيجي معايا النهارده، مع ان كل يوم بقولك تعالى يا ابن الشركة معايا، تعالى شوف املاكك، انت واخوك مطنشني خالص، سر الزيارة معرفش. يا عم هتلاقيه يمكن يجي يشوف سكرتيرة ولا يشوف حاجة، يمكن عاوز يتجوز، مش كده يا زين؟ كان زين الكبير بيتكلم علشان يغيظ صين الصغير اللي اتكلم وقال: ليه يا عم يعني بتقول كده؟ وانا يا عاوز عروسة هاجي ادور في الشركة علشان سكرتيرة؟ ما بصراحة يا حبيبي انت مش يلزمك غير سكرتير تقعد في البيت تقول لك كل مواعيدك، وتقعد هي مستنياك زي السكرتيرات اللي بره كده في المكتب، قاعدين طول النهار في المكتب، ويوم الاجازه بقضوا قاعدين يقولوا المواعيد دي بس، وبروحوا وييجوا، يمكن هما كمان مش يتحملوا. وبعدين يا حبيبي انت لازم تشوف لك عروس، زي ما ان شاء الله هشوف لي رهف بنتي كده عريس. ولسه بقى الواد جاسي، انا قررت انه فرحه كمان 10 ايام، ولو مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط، ايه رايك انت يا رحيم؟ عين العقل، انا بقول كده برضو، اصل الايام دي البنات بتزهق من الرجاله اللي هي كده الزهق، والواد ده طول في الموضوع ده، لا سيبه احنا مش ناقصين، كفايه علينا اللي سابه. كانوا عاملين زين حفله وعمالين يتريقوا عليه من تحت لتحت، وزين فاهم ده كله بس مش قادر يتكلم ولا قادر يقوم، هو عاوز يفضل قاعد معاه علشان يشوف حبيبته، وهو كان متغاظ لولا كده ما كانش هيتكلم. وفجأة الباب خب وسمحوا بالدخول، ودخلت رهف، وأول ما دخلت بص لها وهو مسهل، أما هي شايفاه بس عملت إن هي مش واخدة بالها من وجوده أصلا. وهنا اتكلمت وقالت: أنت بعتلي الباشمهندس أحمد يمسك معايا المشروع، بس هو باشمهندس وأنا في الإدارة، إزاي يعني؟ هنا زين جن لما عرف إن هما اللي بخططوا ليه عاوزينه يعملوه إن هما يقربوا اللي اسمه أحمد ده من حبيبته وأم عياله، كان خلاص قايم يمسك فيه، بس مسك أعصابه بالعافية لما سمع أبوه بيقول: طبعا يا رهف، أنا شايف إن انتوا الاتنين لازم تمسكوا المشروع، انت هنا شاطرة جدا وهو كمان شاطر، وأي مشروع عندنا بعوز ناس من الإدارة وبعوز مهندس، وانتوا الاتنين هتمسكوا المشروع، وأنا شايفها فرصة حلوة جدا إن انتوا الاتنين تكونوا مع بعض، هتستفادوا من بعض جدا. تمام ماشي يا عم، هو فعلا باين عليه شخص شاطر جدا ومحترم، انا هروح اكمل شغل، بس كنت حابه استفسر منك عن اذنكم. وخرجت، وهم كلهم كانوا قاعدين يبصوا لزين من تحت لتحت اللي كان سرحان في حاجه تانيه، مدحت شخص غيره لا وكمان شيكتها في اللبس كانها رجعت 10 سنين لورا، صغرت جدا بان عليها الجمال اللي كان بيشوفه هو بس، كان منغاظ ومتضايق. وهنا سمع زين أبوها وهو بقول: بصراحة أنا شايفها فرصة حلوة جدا، لو رهف بس توافق على الولد ده هيبقوا هما الاتنين ممتازين مع بعض، ويمكن يفتحوا شركة لوحدهم، وساعتها هيكبروا وهيبقوا في السوق، هو محترم وجنتي وهي كمان جميلة ورقيقة، يستاهلوا بعض، يا رب يوفقهم وتوافق بنتي بس علشان ما تحرمش عيالها من الأبوة، ويكون معاها رجل يسندها ويحسسها بالأمان، انا حاسس ان الولد ده هيسعدها باي طريقه. معاك حق، انا شايف كده، انا كمان الولد محترم ويستاهل كل خير، يا ريت توافق. زين كان قاعد متغاظ وقال بكل غيظ: بالاذن انا هقوم امشي، انا عن اذنكم. وبعد ما مشي الكل ضحك عليه، وساعتها ابوه قال: هيولع ويموت، انا حاسس ان ابني كده خلاص انهار. والله يا اخي انت افكارك جهنميه، انا كنت حاسس انه بيطلع نار من ودانه، حاسس انه هيحرقنا احنا الكل. يلا خلينا نشوف شغلنا ونبدا نجهز فرح الاستاذ جاسر. وخرج بره لقى حبيبته واقفه مع شاب وسيم باين عليه انه جنتلمان، وحبيبته بتبص له بكل احترام، نار الغيره ولعت لما سمع حبيبته بتقول: باشمهندس احمد، انا سالت عمه وقال ان احنا لازم نشتغل مع بعض، لاني لازم في كل عمليه يكون فيها عدل من كل قسم، وانا جاهزه لاي وقت
لأي حاجة أنت تعوزها. تمام يا أنسة رهف، وأنا كمان أي حاجة تحوزيها أنا تحت أمر، وهديكي كل الميزانية اللي إحنا عاوزينها علشان في القسم بتاعي تديروا ميزانية الصفقة. أي حاجة تعوزيها مني أنا موجود. بس على فكرة ملحوظة صغيرة عايزة أقولها لك، أنت النهاردة زي القمر، اتكسفت جدا وخجلي. أما هنا أحمد اتعصب وقرب منهم وقال: مدام رهف كنت عايز حضرتك على انفراد. أحمد بص زين دماغ فهو عارف كل حاجة، وقال الجملة الأخيرة علشان عم شاف أحمد اللي واقف براقبه وقال: تمام، بعد إذنك يا أنسة رهف، لو قلت أي حاجة أنا في مكتبي. وبعد كده مشي وهو بيتمنى ليهم إن هما يكونوا مبسوطين، فهو دخل في الخطة دي لأنه ما بيحبش خراب البيوت وبتمنى إن هما يرجعوا لحياتهم طبيعية. أما رهف بصت لزين وقالت له بكل وقار رغم حزنها منه: خير يا سيادة الرائد، في حاجة عايز تقولها لي؟ زين اتكلم بكل غضب بحاول يداريه وقال: انت ازاي يا انسة يا محترمة تقفي مع الراجل ده، وكمان سمعاه هو بيتغزل فيكي وما ردتيش؟ لا، وكل شوية يقولك يا انسة يا انسة، المفروض تقولي له انك مدام. والله يا استاذ زين انا عارفة حدودي كويس، وبعدين الراجل ذوق جدا وما قاليش اي حاجة تضايقني، بالعكس ده قال لي كلمة حلوة. مش معنى ان اي حد يقولك كلمة حلوة انك تتضايق منه او انك او تهينه، بالعكس المفروض تشكره لانه قدرك بكلمة حلوة، مش هانك ولا زلك علشان تمسك فيه. زين حس ان هي بتلقح عليه بالكلام وانه هو عمل معاها حاجات المفروض هي اللي تمسك فيه، بس سكت وحاول يدار الموضوع وقال لها: طيب امال الولاد فين؟ عايزة اشوفهم. ولاد اللي عاوز تشوفه، انت لسه فاكر الولاد؟ الولاد دول المفروض كنت تسأل عليهم من يوم ما اتفصلنا، بس حضرتك ما سألتش، وانت امتى بتسأل عليهم ولا بيشوفوك اصلا؟ كل اللي فارق معاك شغلك وبس، وانك تسيبنا في اوضه كاننا عندك مساجين زي اللي في الاسم بالظبط. احب اقول لك عمو من كتر الضغط اللي شافه على الولاد ومن كتر الولاد ما بقت نفسيتهم وحشه قرر ان هو هيعمل حاجه ويوديهم شرم الشيخ مع الحرس كمان الدادة بتاعته، وانا علشان ما يشوفونيش وانا حالتي سيئة بعد اللي انت عملته فيا مرضتش اروح معاه. بس خلاص انا حالتي اتعدلت وهقدر فرح اخويا وهروح اخد اجازة طويلة مع ولادي وارجع ابدأ حياتي من غير ما يكون فيها حد اسمه زين نهائي، لان الشخص ده اذاني واذى ولادي، وهحاول يا زين امحي اي ذكرى ليك معانا انا وولادي علشان ما سيبش فيهم اثار سيء. الحمد لله هما صغار وهينسوا، بس انا بقى مش هنسى وهفضل فاكرانه الاذى اللي انت عملتهولي. عن اذنك يا سياده الرائد، روح شوف شغل اللي اتاخرت عليه، الاعمال لا تقع منك. ومشيت وسابته لوحده وهو متغاظ ومتضايق من اللي هو فيه. هو اللي وصل حبيبته للطريق ده ووصل ولاده لكده، واتكلم وقال: ضيعت كل حاجه من ايدك يا زين، ضيعت ولادك وحبيبتك، ضيعت كل حاجه بسبب غباء. انا لازم ارجع حبيبتي ليا وولادي، انا فعلا ما كنتش بسال في ولادي ولا كنت بسال في نفسيته. فعلا انا دلوقتي بس افتكرت ان عندي ولاد، انا نيتي علشان عاوزه ابعدها عن الشخص ده وابعتها للولاد هي اللي فكرتني بولادي. للدرجه دي انا اناني قوي كده؟ اما عند رهف فمشيت وراحت في مكان ما فيهوش حد ووقفت تعيط، حست ان هي مخنوقه وعايزه تتكلم مع حد ما لقيتش قدامها. فالرهف صاحبتها واختها رنت عليها وهي بتعيط ومنهار. رهف سمعت صوت بكائها من التليفون وقالت لها: الو الو يا رهف، مالك يا حبيبتي؟ في ايه بتعيطي ليه؟ في حاجه حصلت ليكي؟ اجا النهارده الشغل، اجا يا رهف، اجا وشفت، مش قادره ازاي، مش قادره يا رهف، مش قادره حتى لما اتكلم معاه بطريقه مش كويسه، مش قادره اكرهه، كان نفسي اخده في حضني رغم كل اللي بيعمله فيا، برضه بحبه رغم ان انا من غيره المفروض اكون مرتاح والمفروض اكون مبسوط، بس انا حاسه ان انا من غيره ولا حاجه، حاسه ان انا مجروحه قوي، حاسه ان انا من غيره، من غير روح. انا بحبه بحبه ومش عارفه هو ليه قاس عليا كده، انا تعبانه ومخنوقه، انا كنت عايزه اعيش معاه حياه هاديه زي اي اتنين، بس لا انا حاسه ان انا عايشه مخنوقه، ليه مش ليا حظ؟
كانت بتتكلم بطريقة مترددة، الكلام مش مفهوم مني. حست ساعتها رأف بحزنها وقالت لها: ما تخافيش يا حبيبتي، كل حاجة هتتحل، بس انت لازم تكوني قوية علشان تبريله ان البعد هو اسلم حل ليكم. لازم توريله انك قوية وتبدأي حياة جديدة، حتى لو مع حد غيره. لازم توريه انه مش هيهدمك، علشان لو رجعتي له بعد القرار اللي خدتيه هيكون عارف انه بأثر عليكي بكل احوالك. هيكون عارف انه كده هو اللي مستفيد، لانك مش هتقدري تبعدي. علشان كده لازم تبيني له العكس، انه فراقه من قربه مش فارق، وانه لازم يتعب علشانك، علشان بعد كده ما تنجرحيش وفعلا يتغير علشانك. علشان خاطر بلاش يأس، صدقيني هو من غيرك من غير حاجة هيرجع لك. هو بحبك، بس خليكي ماشية على خطة عمه وقوية وهو هيرجع لك. وهنا اتنهدت رأف بحزن وقالت: حاضر، هحاول اخرجه، هحاول اعيش حياتي، هحاول انسى كل الاسى ده وافرح. انت عايزة حاجة دلوقتي علشان عندي شغل؟ لا يا حبيبتي سلامتي، انا عارفة ان النهاردة زمان في ضغط عالي عليكي في الشغل علشان انا ما جيتش، بس انا كلمتك الصبح وقلتلي لان الولد تعبان وطلت الليل قاعدة بيه. ما تقوليش كده، انا هروح اشوف الشغل، يلا المهم سلامت. وهنا مشي وخرج اللي كان واقف وبيسمع كل حاجة وشايف دموعها. حس الاول مرة بوجع من دموعها، حس الاول مرة انه المفروض يقتل روحه علشان اذاها بالشكل ده. واتنهد وقال بوجع وضيق: اسف يا عمر، اسف على اللي عملته، بس صدقيني هصلح كل حاجة، ودموعك دي ما عادتش هتنسى، وهخليكي اسعد واحدة من كل اللي حواليك، وهرجع حياتنا لينا ولولادنا، وهخلينا مبسوطين. انا لازم اعمل اي حاجة خليكي سعيدة بها يا رهف، مش هسمح دموعك دي تشوفيها او تنزليها تاني. لازم اخليكي سعيدة، ما ينفعش كل اللي حواليك يكونوا سعداء وانت اللي حزينة كده. ما كنتش عارف وجع، انت بتقولي انك من غيري ولا حاجة وان انا كامل؟ لا، انا اللي من غيرك ولا حاجة، وهخلي الكل يقول انك قدرت تغيرين وتخليني شخص تاني. انا بعشقك ومستحيل اسيبك او اسمح لحد انه يبعدني عنه. انا خلاص فقت من اللي انا كنت فيه، فقت متأخر، بس مش متأخر قوي. هرجعك لي وهرجع ولادنا لينا ويكونوا سعداء. لازم نعيش حياة سعيدة لانك تستهليها يا حب عمر، لازم. ولحد هنا يا احلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقة. تفتكروا معي ايه اللي هيحصل؟ ويا ترى زين هينجح ويقدر يرجع حبيبته ليه واولاده اللي كسرهم، ولا مش هيقدر لانه عامل زي اللي كسر كوباية، وزي ما الكوباية عمرها ما تتلم وترجع تاني، اللي كسرها عمرها ما تقدر تنسى، ولا ممكن تنسى عشان ولادها وتتقيم؟ مستنية رأيكم في التعليقات، وبتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، واذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.